بيجي لك واحد حكوري حقه فرنجين بيجيبوا له عنا لهم على بلدنا وبيعملوه انه هذا شغله كبيره اللي نحن افهم منه. بس تحديتهم، انا تحديتهم وحطيت راسي براسهم. هاي الساحة مو للضعيف، هاي ساحة للقوي للشاطر، وانا كنت شاطر. بس قلت يا روح ما بعدك روح، يعني خلص شو بقيان بالدنيا. حطيت راسي براسهم، امريكا كانت عم تدور علي. حط لك فيلم هندي؟ حط مكسيكي. مكسيكي؟ أو لك خلص بعدين بقول لك. شو بدك؟ ما في شي بهالقنوات. علمت إذاعتنا من مصادر أمنية رفيعة أن العصابة المتخصصة بالسرقة والنصب أصبحت مراقبة وقد اقترب موعد القبض عليها. لك شو قولك رح يكمشونا؟ حبيبتي هذا كله كلام فاضي، يعني حكي تلفزيونات وجرايد. تعرف شي ممدوح؟ لك والله أنا خايفة. لا تخافي روحي، إذا هنن أذكياء أنا أذكى منهم بكتير. لك يا حبيبي يا قلبي يا روحي يا عيوني، تعرف شي ممدوح؟ أنا صرت خايفة كتير من غرورك لأنه أبصر لوين رح يوصلنا. حبيبتي هذا مو غرور، هي ثقة بالنفس. أنا دارس، أنا مهندس. بيان عندي خبطة واحدة بس، خبطة وبهدي اللعب، وهيك بنضل نصرف لنقول حاجة. بس نحنا مش بحاجة لمصاري، واللي معنا بكفونا، فخلينا نوقف هون قبل ما يكمشونا. لا قلت لك بيان ضربة، وهي الضربة رح تخلينا نقب على وش الدنيا. شو هي هالضربة؟ قديشها خطيرة يعني؟ رح أسرق الشركة اللي سرقتنا، رح أسرق حساباتهم وإيميلاتهم كلها. لك شو أنت مجنون؟ شو ناوي يحبسوك؟ لك شو يحبسوني؟ شركة مثل هاي ما رح تحط وحدة على حالها، ما رح تقول إنه إجا هاكر سرق لهم كل شيء، بعيدة عن شواربهم هاي. أنا مني مطمنة، نحن عم نفشخ فشخة أكبر من فشختنا. لا حبيبتي، نحن حقنا إنه نعيش، وهدول العالم ما بدهم يانا نعيش. حقنا بدنا ناخده بإيدنا، واللي مو عجبه يدق راسه بأكبر حيط. طب خبرني بالتفصيل الممل، يعني القصة كيف بدها تصير؟ أول شي بنعمل هاك لموقع الشركة، وهذا شغل بده ليلة، بتعرفي لأنه شركة مثل هاي أكيد محصنين حاله وما فينا نخترقه. وتاني شي بسرق إيميل الشركة وإيميل المدير العام ومدير الشركة. والله طيب نحن شو بنستفيد منا هالشغلة؟ نخترق الشركة وبأثبت لكل العالم إنه أنا كتير شاطر بموضوع الكمبيوتر والإنترنت. بعدين بأثبت للعالم كله إنه هاي الشركة اللي مفكرة حالها شغلة كتير كبيرة بالإنترنت إنن حقهم فرنجين فاشوش. ما برجع السيت لحتى أخذ كل حقي. بعدين بسرق إيميلاتهم وبسحبها واحدة واحدة لحتى أثبت للعالم كله إنه هدول العالم اخترقوا كل شيء لحتى يسرقوا مشروعي. هي شغلة خطيرة وبتخوف، ما كنت عارفتك هالقد بتحقد. أنا ما بحقد على حدا، هاي العالم أخدت حقي غصبا عني، ولا ناوية أبكي على الأطلال وأستنى مين يجيب لي حقي. أخدوه بالقوة بدي جيبه بالقوة. خلاص ساعة الصفر وصلت، رح فرجيهم شو رح أعمل. حبيبي بليز فكر منيح قبل ما تعمل هيك. أبدا حبيبتي، نحن صرنا سنين تحت الأرض ما حدا تطلع فينا. خلص كبرت براسي القصة كتير، مو بس بهي الشركة الزفت، بأي شركة عم تنصب على العالم رح أعمل لها هك. ومن اليوم ورايح نحن اسمنا M&M Anonymous، يعني نحن شغلنا ننصب على هي الشركات، وأي شركة رح أعمل لها هك رح سجلوا ونزلوا على الفيسبوك. إيه هيك حتى ننكمش وننحبس ما هيك؟ لا نلبس قناع، كل الأنيموس بالعالم بيحطوا قناع. يا عمي انت بعدك عم تنصب على العالم، هلا صار بدك تدافع عن الفقراء والمحتاجين؟ قلت لك نحن من الاول عم ناخذ حقنا من هي العالم، وهلا رح صير اخذ هي حق العالم كله. بدي اياكي تنزلي على محل العاب تجيبي قناعين وتجيبي شقفه سودا، ولانه ما بدي شيء يبين بالبيت. معك واثقه فيني يا حبيبي؟ اكيد انا بوثق فيك، بس
خايفة عليك انت، الطريقة اللي عم بتفكر فيها انا مش معودة عليها. صح كلامك، هي يمكن جديدة الطريقة، بس يمكن الشيء اللي وصلنا لهون خلانا نثبت للعالم كله انه نحنا ما منتنازل وما منسكت. انا اعطيك حرية القرار، يا بتضلي معي يا لا، وانا على الحالتين رح كمل. انا معك لاخر نفس كمان. طار علي نص ساعه لحتى اقوم جيب الماسكات لنرجع حق كل حدا انظلم، ما حدا يدوق الفقر مثل ما نحن دقناه. قومي حبيبتي، يلا قومي يا سيدي. بتعرف شو؟ نحن عندنا امكانيات نعمل اي شيء بالله. نحن اذا واحد وجعه راسه كلياتنا دكاتره. هلا انت روح على اي مكان بقول له بطني عم توجعني، بيقول لك خذ مدري شو، خذ مدري شو، كلهم دكاتره، كلياتنا دكاتره، بس نحن عن جد دكاتره. نحن فهمانين ونحن شاطرين. نحن فينا نعمل اي شيء بدنا. صدقوني. نحن M&M Anonymous نعلن من مقرنا الرسمي باننا سنبدا بتنظيف العالم من قراصنه التكنولوجيا وحيتان المال الذين لا يزالون يسرقون وينهبون الفقراء وذوي الدخل المحدود دون أي شفقة أو رحمة. هذا ونعلن بأنه أثناء مشاهدتكم لهذا الفيلم ستكون قد قمنا بأول عملية قرصنة إلكترونية لموقع أكبر شركة معنية بتصفح الإنترنت في العالم، لكي نظهر لكم أن ما تدعيه هذه الشركة من صلابة وقوة واحترافية لم تتمكن من حماية نفسها، فكيف ستحميكم أنتم وأجهزتكم؟ دمتم بأمان الله وإلى اللقاء. شو هي دمتم مدري شو؟ شو عم تقرأ نشرة أخبار؟ حبيبتي شو بعرفني؟ ما عرفت تقول. المهم هلأ أمي أنت نزلي الكمبيوتر، حبعت لك إياه على موبايلك ونزليه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي؟ أوكي. أنا أول ما بخلص الويب سايت رح نزل الفيديو على الفيسبوك ونشوف الإيميلات بين المدير والمدير الثاني شو عم يبعتوا بين بعض، ماشي؟ ونقعد نضحك. إيه بدي فكك بالحلال بالحرام، بدي فكك. انت عن جد شكلهم طقوا فيوزاتك على الاخر. ما طقوا. اذا بيكون اينشتاين عملها بدي فكها. قومي اعملي لي كاسه شاي، قومي. ضحكوا علي لانه بنرجع نحن تفكيرنا كان كله بالمصاري. يعني ضل حلمي انه انا بس بدي اجيب مصاري، مو حلمي انه مثلا كتب هذا المشروع باسمي. لو كتب باسمي، يعني لو كان انا طلبي الوحيد اني انا اكتب هذا المشروع باسمي اجاني مصاري لحاله. بس لا، انا بدي مصاري مثلي مثل كل هالعالم يلي بس بدها تفكر بالمصاري، ما بتفكر انه هي تثبت مشروع وتشتغل عليه بيجي لها مصاري. ولك انا مهندس قد الدنيا حبيبتي، لك تعي تعي بسرعه. خير؟ ما تقول لي كمشونا. لا نجحنا، يلا نزلي فيديو على السريع. طب شو رح يصير هلا؟ هلا رح راقب الايميل تبع المدير العام ورح اعلن انه انا اللي قرصنت السايت ورح فوض الشركه على مبلغ كبير يكفينا كل حياتنا. هيدا الفيديو نزل شوي بتلاقي الدنيا كلها خربت وكمشونا كمان. لك حاش فولي علينا العنمه، عن جد غليظه انت. عم بمزح معك، أصلاً أنا بعرف حبيبي إنه ذكي كتير. حبيبتي هلأ تعيني نفتح الإيميل لنشوف المدير البطيخ تبعي هو والمدير العام كيف سرقوا مشروعي. أيوة هيدا أحلى بوست. حبيبي فيك تسرق لي إيميل زلفة؟ شو بدك فيه؟ إنه بس هيك استطلاع مش أكتر. يعني أنا وين وإنتي وين؟ روح قلبك اللقلقة والحشرية. بدي أعرف إذا جوزة عم بيخونة أو فعلاً إشاعة. عم بيخونة ولا ما بيخونة؟ أنت شو دخلك؟ لك كيف شو دخلني؟ بدي أعرف حتى إذا صار معي نفس الشيء لحتى أعرف شو بدي أعمل. تعرف يا ممدوح إذا بكمشك عم بتخونني شو بعمل فيك؟ خونة؟ ليش لخونك؟ أنا 24 ساعة قاعد معك، بعدين حدا عنده وحدة مثل القمر مثلك بيتطلع لبرا؟
شو قصدك؟ مش عجبتك بقى؟ يا عمري يا روحي، قصدي اللي عنده مرة مثلك معقول يطلع لبرا؟ كذاب، تفضل ليلى نام بالصالون، هيك كرمال يصير لك نفس تطلع فيي. خلصنا خلاصة. لا ما شو ها؟ لك شو ها؟ ايه غير الموضوع. لك اي موضوع؟ لك هي شركة نصب دولية. دخلك شبيك هيك انصدمت. لك هدول عندهم مواقع اباحية، عندهم شركة وهمية، ليك العالم اللي متزينة، وزير ونائب ورجل اعمال، انا كنت عارفان انه هن عالم مسخين بس مو لهالدرجة. كل هيدا؟ طيب انت لقيت مشروعك؟ لك اي مشروع؟ في الف مصيبة، يعني مشروعنا ولا شيء علاك مصدي، هي شركة نصب عالمية. لك تخيلك طلع بقى، سكر هالكمبيوتر، هو عالم واصلين نحنا مش قدن. لك وين بدي اطلع؟ والله لا اطلع بيروحون والله. ممدوح بوس ايدك بقى، خلاص انسى، بعد عن الشر وغنيلو. عم قلك هدول عالم هن الغلطانين، سوق سودا، دعارة، غسيل اموال، نحن ما عنا شي نخسره. قومي حضري الكاميرا خلصيني. والله انا خايفة. ولك يا عمي اذا اكبر روس بالبلد ما قدروا لهم، نحن ما نوقف بوجهن. عم شو ها؟ شو في كمان؟ لك هاي الجمعية اللي كنتي تتبرعي لها كمان هن عاملينها منيح، يعني عم يعملوا شي منيح. بصراحة نحن ظلمناهم كتير، ظلمناهم. جمعية وهمية طلعوا كمان عم ينصبوا. لك ليكي كمان دور ايتام، رعاية مسنين، لحمة بتلم تبرعات لضحايا الحرب. ليكي هي واحدة بتتبرع لبناء مسجد وكنيسة، يخرب بيتهم، حتى بالأديان ما تركوا شرهم. العمى حتى بالدين عم بتاجروا. هو بيناتنا تجارة الدين مربحة، ليك صار بحساباتنا مصاري أكثر من عندهم. لك عيب عليك يا ممدوح، شو هالحكي هيدا؟ هلا قومي خلصيني، قومي نجيب الكاميرا، بدي نزل فيديو على السريع. ايه بأمرك. يلا قيمة تشوف آخرتها معك، ايه ولا أنت تتحبسنا كلنا. والله ما حدا حينبحس بي صغير النصابين. والله لا أخرب بيتهم والله. حضرة المدير، من برأيك يقف وراء هذه المؤامرة؟ الشيء الطبيعي إنه في كتير ناس متضررين منا ومن شركتنا، بتعرفي شركتنا من أهم الشركات بمجال المعلوماتية، فنحن من جهتنا ما بنستبعد يكون في دول مشاركة، دول أعداء لنا بهي المؤامرة. ولكن كيف استطاعت العصابة خرق هذه المواقع علما بأن مواقعكم هي من أهم وأحدث المواقع الإلكترونية؟ لما يكون المخابرات عم تشتغل بمجال الالكترونيات فما في موقع آمن وسيفتي. طب وما هي التهم الموجهة لكم؟ إشاعات مغرضة ما لها علاقة بالواقع. إذن أعزائي المشاهدين، بحسب أقوال مدير الشركة المتضرر، مخابراتي لك، رح فرجيك المخابرات وين حتوصلك يا واطي. شبكي لك تعال شوف شو حاطين على الفيسبوك. لك اخبارك بايتي؟ هلا شفت كل شيء على الاخبار. اخباري بايتي؟ عرفوا فينا المخابرات ومش بعيده توصل للانتربول. لك حاجه تفاولي علينا حاج. اي والله تنتبهدل بهدله الا اول ما قلها تاني. لا اله الا الله، عن جد بومه انت؟ انا هلا صرت بومه بنظرك؟ ليش؟ لان واقفه معك؟ على كل حال مش حق عليك، حق علي انا، لاني تجوزتك، طلقني. لك حاجه خلاص بقى حاج. شو طلقك ما طلقك؟ روحي بس أنا شوي متوتر مضغوط، هي القصة كلها مضغوط. هيدا أنت جبت الضغط لحالك لأنك مش قادر تتنازل عن كبريائك. بس أنا خايفة عليك لأن ما عندي حدا غيرك بهالدنيا. تعرف شو؟ طلقني. لك حاجة تقولي طلقني؟ بكسره لتمك، فهماني ولا لا؟ لك روحي، أنا ما فيني عيش من دونك، بس أنا المشكلة عندي كمان ما فيني عيش، وشوف عالم عم ينصبوا علي، أنا حقي بدي أخده بدي أخده. انت بطل تفرق عنهم شيء، انت صاير مثلهم. لا حبيبتي انا مو مثلهم، وفشروا انه انا اكون مثلهم. هدول ناس نصابين وغشاشين وبدهم ياخذوا حق العالم كله، انا بدي اجيب حقي. عم تفهمي ولا لا؟ نحن هون عايشين لنكون قوايا مو ضعاف. الضعيف اللي بيروح حقه، اما القوي هو اللي بده يعيش. انا بحبك وما رح كمل الا معك، عم تفهمي ولا لا؟ يا منموت سوا يا منعيش سوا. انا صلي 5 سنين متجوزك لهلا ما قدرت اجيب ولد، بتعرفي ليش؟ لانه نحن فقيرين، فقيرين ما معنا مصاري. بدنا نجيب حقنا، بدنا نجيب حقنا من كل هدول العالم. انت معي ولا لا؟ وانا معك.
وأصلاً ما فيي غير ما أكون معك، يا بعيش معك يا بموت معك. أنا ولا مرة شكيت بحبك إلي، ولا مرة فكرت حياتي بدون دونك، لك أنت حبيبتي وروحي ورح تصيري أم أولادي. ما فيي عيش إلا معك، ما فيي كون إلا إلك، وأنت حبيبي وحياتي وعمري ورح تصير بي ولادي. روحي مع بعض ورح نضل مع بعض وعلى طول مع بعض لنحقق كل أهدافنا ونفرج العالم نحن شو. رح ناخد حق كل واحد انظلم، رح ناخد حق كل واحد تشرد بالطريق، رح ناخد حق كل واحد فقير ومحتاج ومسكين، رح ناخد حق كل المشردين. ايه بهالحالة أنا بصير سيدة مجتمع وأنا مهندس قد الدنيا. بحبك، بحبك وشامم ريحة الحب طالعة من عيوني. أنا بحبك كتير بس هيدا مش ريحة الحب. شو؟ ريحة الرز اللي احترق على النار. لحظة لحظة، بسم الله. مساء الخير استاذ ممدوح. مساء النور. لك يا رجل يا زلمي وينك انت؟ اشتقنا لك. وين الغيبة؟ اشتاق لك. العافية استاذ، اهلا وسهلا. استاذ ممدوح انا اسف كتير عم ضيع وقتك، بس انت اكيد عرفت بالمصيبة اللي صارت معنا بالشركة. ايه والله سمعت شوية اخبار بخصوص الموضوع. يعني استاذ ما تحكي الهم، الاعلام عم بيزيدها ونحن بعدنا مسيطرين على الوضع. المشكلة مو هالقد كبيرة، بس بحكم العشرة اللي بيني وبينك حاطلب منك هالطلب، إذا قدرت تنفذه حترجع لشغلك، ومو للمنصب اللي كنت فيه، لمنصب أعلى وأحق. خدمة مني أنا؟ إيه براسي أستاذ، يعني أنا إذا بيطلع بإيدي ما بقصر. أستاذ ممدوح مثل ما بتعرف العصابة اللي عم تلعب معنا هي عصابة كتير خطيرة، ومركز شغلها بلبنان حصرة، وإنت الوحيد اللي قادر تساعدنا لحتى نوصل للرأس المدبر فيه. لبنان شو دخله أستاذ؟ يعني شو لهم مصلحة بالقصة؟ استاذ ممدوح المنافسين كتار وعداء النجاح اكتر، وانت اكتر حدا بيعرف بهالشيء. مثل ما قلنا عداء قلنا حلفاء. فهمت عليك استاذ، فهمت عليك، ولا يهمك. يعني انا رح اتحرى عن القصه وشوف شو حيطلع بايدي وفورا يعني بخدمك. تمام، وانا حكون بانتظارك استاذ ممدوح. امرك استاذ، اهلا وسهلا. عفوا استاذ، بس فيك تعطيني الايميل الجديد مشان اتواصل معك؟ انت كيف عرفت انه عندي ايميل جديد؟ عفوا قصدي الايميل، لانه انا الايميل تبعي غيرته وراح كل شيء كونتاكت بالنسبة يعني بيني وبينك. يعني تقدر تحكيني على السكايب بس بدك تخبرني أي شيء. أوكي أستاذ، الله معك، الله معك. يلا باي أستاذ ممدوح، منضل على تواصل. الله معك. كنا كشفنا. ولك أكيد انكشفنا، بدها اتنين يحكوا فيها. خلصيني بقى، هيك صار، شو بدي أعمل يعني؟ بس إن شاء الله ما يكون اشتغل على قصة الإيميل. أكيد اشتغل. شو مفكره مثلك؟ شو قصدك؟ أنا غبي؟ لا أنا مهندس قد الدنيا. لا يعني بعد بدك شوي. صاير كلامك بلا طعمة. ها إذا عندك كلمة منيحة قوليها. ما عند ريحة شو؟ احترقت الطبخة. قومي تضربي أنت والطبخة، قومي. هذا البني آدم يا شاكك فيني مشان هيك ده. يا أما اشتلق على قصة الإيميل، بس ما ظن اشتلق على قصة الإيميل. عمو شو بدي أعمل معه هذا؟ لازم لقي له شو قصة، ايه مش شبهات من عني، مش شو بدي اقول له. لقيت. لك انا مهندس قد الدنيا، انا لازم اخذ نوبل بالذكاء. جايك يا مدير الزفت. كيفك استاذنا؟ أهلاً أستاذ ممدوح، أهلاً. صار معك شيء؟ طبعاً صار معي شيء، نسيان أن أنا مهندس قد الدنيا أستاذ. لو ما صار معي شيء ما دقيت لك. عن جد؟ طيب هات خبرني شو صار معك. اسم الله عليك سبقت الانتربول الدولي. ولو يا أستاذ، تلاميذك نحن. أستاذ ممدوح على السريع لو سمحت خبرني، بدي أحط مجلس الإدارة بالصورة، شو صار معك؟ أستاذ نحن من خلال الجي بي إيس فينا نعرف مكان العصابة ونمسكها. صراحة أستاذ ممدوح فكرنا بكل الاحتمالات، بس طلعوا ناس أذكياء جداً وقدروا على اختراع كل المواقع تبعنا، مع أنهم حصنينا بشكل كامل وأنت أكتر واحد بيعرف. عم بيبسوا من محل شغلهم وخدمة الجي بي اس ملغية من عندهم، ما عم نقدر نحدد ولا موقع لهم. أكيد معقول أستاذ، بس يعني منجرب نحن، ما نخسرين شيء. أستاذ ممدوح أنا رح أمشي معك، ثقتي فيك كتير كبيرة، ونحن حنجرب وحنشوف شو رح يصير. أكيد أستاذ منجرب، أكيد، وأكيد رح نعمل نتيجة كتير مهمة. طيب رح أحكي المهندسين ورح نتواصل مع مكتب الانتربول. أنا
أنا بعتذر منك، عندي مواعيد كتير. سي يو باي. الله معك أستاذ. الحما هذا ناوي على الشر. يلا بيلتهوا بقصة الجي بي اس وبيحلوا عنا. لك أهلين يا روحي. بجد تحكي لحالك، أنت أكيد جنيت. أنت أحلى حدا بالكون. I love you. طب ليك؟ أنت ساعة معصب، ساعة زعلان، خبرني شو صاير معك؟ ما في شي حبيبتي، بس هلأ ضمنت حالي إنه أنا خارج شبهات، يعني أمورنا سليمة 100%. كيف تأكدت؟ بكل جهاز إلكتروني، يا مرتي يا زكية، في شي اسمه جي بي إس، أنا فهمته للمدير، يروحوا يشوفوا مكان اللي نزل فيه الفيديو، ويدوروا على راس الخيط وراس العصابة. لك شو أنت بدك تحبسنا بإيدك؟ لك أنت مجنون؟ لك يا روقي دغري بتطلعي بالعالي أنت؟ إيه إذا نحن منزلين الفيديوهات من بيتنا وعلى كمبيوتراتك، يعني يا زكي كأنك عم بتقول لهم تعوا تعوا خدوني. لك يا روحي شو فكرتيني أهبل؟ أول فيديو نزلته هون كنت طافي الجي بي إس، الثاني أنت رحتي نزلتيه بالكافيه، شو نسياني؟ يروحوا يدوروا على صاحب الكافيه، نحن شو دخلنا؟ إيه نزلته، وهن هلا رح يطلعوا منين نزل تاني فيديو. يا روحي أنا أصريت إنه هن يدوروا على الفيديو الثاني اللي نزلناه بالكافيه، هيك ما رح يكتشفوا شيء، أصلاً أنت كنتي متنكرة يعني ما حيبيني. إيه أنا ما حدا رح يعرفني. بس زلفة رح تعرفني. لا تقولي لي انك قلتي لها لزلفة شو صار معنا، هي ام لسان طويل. لك شو انا هبلة لحتى اخبرها؟ شو بدي اقول لها يعني؟ احسن انت وقت ما نزلتي الفيديو لسه ما رحتي رجعتي، وين نزلتي؟ لك الدنيا كانت شو والرزات كانوا على النار وانت لحالك. انا شو قلت؟ باخذ هالكمبيوتر وبروح لعندها وبنزل الفيديو، بعدين انا شو عرفني انه حتقترح اقتراحاتك العظيمة على الشركة؟ لك الله لا يوفقك، لك الله يخربوا لبيتي، غلطتي بحياتي اني تجوزتي، بتنزلي الفيديو قدام بيت جمنا؟ شو عملت؟ انا اخذت الكمبيوتر تبعنا ولقيت واي فاي من عندها. الله يستفل فيكي. لك ايه بسيطه، هلا انت رجع احكي المدير وقول له يلغي القصه، وبعرفتك فتش له عن شي عذر تاني. الله يستفل فيكي، قال سلم امورك لعرنوس درا ولا سلم امورك لمره. ولك حاج تعيط بقى، حش نازل بهدله اللي فيها على الطالع والنازل. دخلك انه شو يعني انت ما غلطت؟ بتعرف شو احسن شيء انا فل لانك ضيقت لي خلقي. تعالي هون، وين مقلوعه؟ عملتي الخبصه وجاي تقعدي على جنب؟ لك حاجه تصرخ بقى، رحي عند زلفه. بدك يقطع عمرك على عمرها، شو راح تعملي عندها؟ ما ابنها كان عنده حفله تنكريه، استحر من عنا الماسك الابيض. قصدك الماسك الابيض تبع الانيموس؟ بدي اروح اشوف كيف طالع شكله فيه. لك تضربي انت وياها وشكلك وشكلها وشكله. الله يصفل فيكي، الله ياخدك وريحني منك. دخلك انت ليش هيك بتضل تدعي؟ انه شو عملت انا هلا يعني؟ لسه عم تسألي؟ اذبحك شو اعمل فيكي؟ لك يخرب بيتك شو غبية. لك حج دعاوي بقى، بعدين مش عجبك طلقني.